ها هو معنا السي احمد، ها هو جابنا هزنا. الله يعطيك الخير خويا احمد. هاد الصف هذا كامل عرفتي، واحد الصف كاين هنايا دابا باش نطبقوا الهندوراس. تمار في الديوان هادي، حجزوا لي على الدرون. سي ليستو سي غراسياس. السلام عليكم ومرحبا بكم في فلوق جديد. ان شاء الله اليوم غادي نمشيو لعاصمه الهندوراس، غادي نمشيو لمدينه تيكولشي كالما. ان شاء الله غادي نمشيو تما، كاين واحد السيد مغربي عرض عليا، غادي نمشيو غادي نتلاقاو به ان شاء الله اليوم. يلا على بركه الله نبداو الفلوق ديالنا ديال اليوم. الحافله ديال مده 5 السوايع ان شاء الله، غادي نمشيو لمدينه غراسيس. يلا حجزنا التذكره ديالنا، دابا غادي نطلقوا ان شاء الله. احنا دابا وصلنا للعاصمه تيكولشي كالما. يلا جالسين نتسناو الصديق ديالنا المغربي غادي يجي. احنا جالسين هنا كاش 10 دقائق، المهم 5 ديال السوايع دازت اخويا في هذاك الباص، ولكن الحمد لله الطريق كامله فيراجات. ايوا سي سامبيون. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عيانة. ما حيينا. ما تحيينا، عيانة. عيانة. عيانة، أور يو كان سي أنا مدقدقة. مدقدقة. أنا مدقدقة. مدقدقة is a word that is coming from when you smash something, you make it pieces. I'm in pieces. Yeah. وانا الوان انا ما عارفش الوجه ديالك. لا تنقول انا عارفه بعدا. صافي بخير هانيه. السلام عليكم. سيدي ها هو معنا السي احمد، ها هو جابنا هزنا. الله يعطيك الخير خويا احمد. الله يعطيك. ها هو السي احمد راه تهلا فينا. الله يعطيك الخير خويا احمد. الله يعطيك الخير، شكرا بزاف. ما كانت الله بابي. الله يعطيك الخير. داركم. الله يحفظك. الله يعطيك الخير. الله يسهل عليك. امين. ها هو تهلا فينا، ودابا يلا غادي نشدوا الباص ديالنا ونقطعوا الحدود ان شاء الله نمشيو للنيكاراغوا. بارك الله فيك خويا احمد. الله يعطيك الخير. لا حظ ولا شيء اللي كراوا بامبيان ديالي بروبليم ديال لي هورو يا سين. خويا احمد الله يحفظك، تهلا لي في راسك. الله يحفظك خويا احمد ان شاء الله. يلا الله يحفظك. الله يحفظك، اسمح لي يا خويا احمد. الله يحفظك، تهلا لي في راسك. يا يا غادي نغادروا ان شاء الله الهندوراس، غادي نمشيو للنيكاراغوا باذن الله، غادي نقطعوا الحدود. دوزنا الليله في العاصمه مع الاخ احمد هو من المغرب من مدينه الحوسيمه. تحيه ليه بزاف، شكرا لك بزاف على داكشي اللي قدمتي لينا، تحياتي ليك. حتى ما شاء الله مزالين 10 ديال السوايع ديال الطريق اللي غادي نشدو حتى للحدود باذن الله. غادي نوصلوا للحدود وغادي نعرفوا الطريقه كيفاش قطعنا، كلشي بخير على خير. دابا غادي في البلاص العز، كلشي هو هذاك. مكرهناش نزيدوا ايام اخرى في الهندوراس، ولكن للاسف الاوضاع الامنيه وما كاينش واحد الاستقرار، ولهذا قررنا اننا نغادروا من بعد واحد 5 ايام هنايا. كنا مقرر اننا نجلسوا اكثر، ولكن قدر الله ما شاء فعل. يلا وصلنا للمكتب الهجرة هنايا دابا ديال الهندوراس، غادي نطبعو الطبعة. غادي نطيح التليفون، قضية عامرة.
هاد الصف هذا كامل عرفتي واحد الصف كاين هنا دابا باش نطبقوا الهندوراس خلينا نستناو دابا يلا طبعا الباسبور ديالنا في الحدود ديال الهندوراس دابا غادي نجيو غادي نطبقوا الباسبور ديالنا في الحدود ديال نيكاراغوا وغادي تقلب لينا الباجاج بزاف ديال الحوايج يلا غادي نمشيو المهم واحد الحدود تمار الكحله واحد الشمس فيها قريبه واحد الشمس مليون الشمس شتي الحراره عمرك شتي الحراره مليون انت شفتي فهاد الشمس اللي كاين هنا your backpack هز الباجاج هبط الباجاج هذه هي تماره ديال قطع الحدود البريه فملي تبقى نقول الحدود البريه مباشره تبقى نفكر يا الهي هنا هو رجل البريه يا ربي تسهل لينا الامور دابا راني شاد التليفون من التحت سمحوا لي الا كنتو كتشوفوا الوجه ديالي وتشوفوا اللحيه يلا ندخلوا دابا ربي تكون بارده القضيه القضيه مبرده الحمد لله تمارة في الديوان هادي حجزوا لي على الدرون واش كاينه تنصور الله جبتها دابا يركبوها عاوتاني في الكار هذا يا ربي السلامه Listo? Sí. Gracias. هذا واحد الحراره كاينه هنايا راه مشكله واحد الشمس يا ربي السلامه وعاد يدير لي ديك التمار ديال الباجاج شتي راه اصعب حاجه في السفر هو داك الباجاج ديالك ملي تيبدا يتقلب وتيجبو الباجاج منه كامل وتبقى خاصك عاوتاني ترجعو وتتبقى خايف يا ربي السلامه تكون عاوتاني غير دوك في الحوايج غير دوك يلا كاس نكملو الطريق دازت عليا دازت عليا في الديوان هادي ولكن الحمد لله كلشي داز بخير على خير شدو لي الدرون هاجي شحال زاوية الثمن ديالها والمشكلة الدرون عندي راه مخسرة لأنها ترست لي ملي كنت في المكسيك ولكن دابا الحمد لله يلا دخلنا نيكاراغوا كلشي داز هداك بخير على خير الأسئلة طلع من لهنا شحال غادي ندير الفلوس شحال غادي تجلس المهم الأسئلة تكون عاديين ولكن الحمد لله في الأخير كلشي داز بخير على خير دابا غادي نمشيو غنشوفو في فلوق الجايين نشوفو نيكاراغوا بإذن الله دابا غادي نمشيو حتى لمناغوا العاصمة وموراها غادي نجلسو تما واحد الليلة وعاد غادي ننتقلو لمدن أكثر يلا نمشيو هما المحلات الأولى ديال اللي كاينين في نيكاراغوا يلا تشوفو عاوتاني هما الصور الأولى من دولة نيكاراغوا هنايا هذا الكرار ستلقاهم غير هما أخيرا وصلنا للوجهة ديالنا سان خوان ديال السوح واحد تمارة بدات في البدية بدات في الحدود مع الدرون المهم تمارة كحلة والحمد لله في الأخير الأمور كاملة تفكات بعض الناس تيقول لك خويا تاهي تبان عرقان في الكاميرا تبان اللحية كدا حاولت كاد وجهك هانتوما تتشوفو راه تضرب هاد التمارة هادي كاملة راه ميمكنليش أنا يمشي ندير المكياج ولا شي حاجة عاد تبان لك في التلفازة راه تبغي نخليك تعيش معايا دوك اللحظات وتشوف كيفاش نولي وكيفاش نتمرمل وكيفاش عاد باش تصل هذاك الشيء اللي بغيتي المهم دابا حنايا الحمد لله وصلنا بخير على خير صحيح حنايا هي هذيك الماتيريال ديالنا هو هذاك عاد زيد واحد الترونسبور كاين هنا
غير الله يحفظه صافي. ان شاء الله في الفلوق الجايين غادي نكتشفوا دوله نيكاراغوا غادي نشوفوها كي دايره. وملي غادي نسالي ان شاء الله غادي ندير واحد ملخص على الفيديوهات على هاد الدول بثلاثه وغادي نقول الراي ديالي وغادي ننصح الناس واش يجيو ليهم ولا ما يجيو ليهمش. غادي نمشي غادي نعس عرفتي شنو غادي نطيح طيحه وحده غير نرتاح واحد شويه ورا اليوم العيد بعدا شوف كيفاش معيد غير نرتاح واحد شويه ناكل هذيك الساعه نصور الامور كليره. يلا تحياتي لكم والسلام عليكم.